يبون يسكرون التيك توك، سكروا التيك توك، شنو بيصير؟ ولا شيء. الصين راح تسوي لها تطبيق غيره، وراح تقول يا تيك توك انقل مستخدمينك الى تطبيقنا الجديد، وبينتقلون الى التطبيق الجديد وبيصير اقوى من التيك توك، وراح تزيد المشاكل على التطبيقات الامريكية. هذا لو صار في حظر حقيقي للتيك توك الحالي. طيب ندبغ سؤال مو نطرحه ونقول من الأساس، هل التيك توك هو فعلا صيني؟ التيك توك شركة، فوقها شركة أم، يعني في شركة باتشا صغيرونة بيبي اللي هي تيك توك. إذا هذا شكبرة التيك توك يعتبر بيبي، الشركة الأم يعني شنو بيكون حجمها؟ الشركة الأم اللي تملك التيك توك اسمها عض ارقص، اسمها بايت دانس. زين، هذه الشركة هل هي 100% صينية؟ لا، عدد ملاكها الغير صينيين والمنتمين لحكومات غير صينية 60%، يعني 60% من المستثمرين الذين يتحكمون في بايت دانس هم غير صينيين وغير الحكومة الأمريكية. ما مصدر هذه المعلومة؟ CNN التي تكره الصين. فإذا CNN نفسها اضطرت أنها تقول الحقيقة المحسوبة، لأن دائما الأرقام ترى صعب الواحد يشذ فيها. فستين بالمئة كما نشرت CNN، بس اكتب who really owns TikTok، بيطلع لك باي دانس 60% ومقالة من CNN للبزنس. تمام، هل المساهمين والمستثمرين في باي دانس كلهم صينيين؟ لا، عالميين. حلو، فلما انت شركتك عالمية شنو معناته؟ معناتها لازم تجيب شركات انت ما تتحكم فيها تيجي تفحص شغلك. يعني ابغى اوضح، الطرف الاول منو؟ تيك توك. الطرف الثاني منو؟ الحكومة الامريكية. تمام، عندنا طرفين، الطرف الاول تيك توك، الطرف الثاني الحكومة الامريكية. تمام تمام، منو الطرف الثالث؟ ثيرد بارتي. الطرف الثالث اوراكل مع مشروع بروجكت تكساس. شنو سالفة اوراكل الامريكية؟ اوراكل هذه فاحصة مواقع التواصل الاجتماعي، هذه تجي عند عقر دار التيك توك وتقول له لو سمحت اين كل خزنات المعلومات مالتك؟ يقول لها تفضلي شوفي وافحصي كل شيء موجود عندي. ها يا اوراكل، هل انا يا تيك توك خذيت معلومة ما ترضين اني اخذها؟ تقول اوراكل لا والله، انت كل المعلومات اللي تاخذها عن مستخدمينك هي المعلومات التجارية السطحية المسموحة قانونا، ولانها مسموحة مفحوصة مرخصة رضينا ننزل التيك توك في الجوجل ستور وفي الاب ستور من سنين، ورضينا يكونون في مستثمرين عالميين. لماذا؟ لان انت يا تيك توك المعلومات اللي انت تاخذها هي نفس المعلومات اللي ياخذها تويتر اكس من مستخدمينه، هي نفس المعلومات اللي ياخذها الانستغرام من مستخدمينه، هو كله نفس كم المعلومات اللي ياخذه اليوتيوب من مستخدمينه، وكذلك كل مواقع التواصل الاجتماعي. طيب شنو الفرق بين مواقع التواصل الاجتماعي؟ ماذا يفعلون بالمعلومات التي يأخذونها؟ طيب مرة ثانية، شنو هي المعلومات هذه؟ رغبات المستخدمين التجارية، ميولهم الثقافية، لوكيشناتهم وين هم يقعدون، أعمارهم، مناطقهم، تفاصيل علشان ممكن أنك أنت تبيع عليهم منتجات لما تعرض دعايات مدفوعة القيمة من قبل شركات كثيرة. يعني شركة سيارة تقول أنا ببيع سيارة بناتية لبنات أعمارهم من 18 إلى 39، تختار الدولة
تختار الفئة العمرية، تختار يعني ذكور إناث، وراها تختار نوعية اللي مهتمين في أمور السيارات هذه. هل بنية أنت تبيها تكون مسوق لها السيارة على أنها سيارة عائلية هادئة، ولا شبابية خفيفة فرفوشة رياضية؟ هالشكل، هذه التفاصيل التسويقية علشان لما أنا أدفع لك فلوس تحط سيارتي دعاية، أنا أضمن أن دعايتي هذه بتجيب لي شراية. لذلك كل الشركات يتسابقون لجمع البيانات. طيب، شطارة التطبيقات شنو؟ ذكاء استخدامهم لهذه البيانات. طيب الجرائم شنو؟ ان الحياة بحترم عزيزي المستمع، انما المو مؤدب مارك زكر زفت هذا زكربورغ ايش سوى مال فيسبوك؟ سرق معلومات المستخدمين وباعها على جامعات يدرسونهم ليؤثرون على الناس كل انواع التأثير. وتدري ان حتى الانستغرام تحت مظلة متى مسوي نفس الشيء، وهو انه ياخذ معلومات كثيرة عنك ودائما يشعرك على انه يحترم خصوصيتك، وهو في الواقع يدرسها ويبيعها. طيب في مواقع اخرى تفعل نفس الشيء. انت احيانا مو تجيك اتصالات فجأة من ارقام عالمية، فجأة تروح الواتساب اللي تلقى رقم غريب يكلمك يقول لك تدخل بورصة معاي، ايش رايك تشتري من منتجات مواد تجميل؟ طيب يعني انتم منو؟ ايش سالفتكم؟ هذه مواقع باعت اهتماماتك ومعلوماتك، هذه الطبخة. فأنتم يا أحبابي سالفة الإزعاج، طيب اسأل نفسك سؤال حيل منطقي بسيط صغير، ليش كل مواقع التواصل الاجتماعي بلاش؟ لأنك قاعدين يطلعون فلوس من وراء معلوماتك بس واهتمامك وانتباهك. أخطر وأهم عملة في عالم الإنترنت الانتباه، الانتباه. فالتيك توك شفط كل الانتباه وجاب أعلى أرباح مبيعات، وجاب أوراكل الأمريكية وفحصته طول بعرض، وخلى مستثمرين غير صينيين بنسبة 60%. يعني الحكومة الأمريكية لو تقول لازم أنا أسكر التيك توك ليش إنه متعاون مع الحكومة الصينية، ما لها حجة، وراح ترفع عليها التيك توك نفسها قضية وراح تكسب. طيب تقول لي المحامين الأمريكان نبهوا ووضحوا إذا تيك توك رفع قضية سينتصر التيك توك على الحكومة الأمريكية في قضية واحدة بس. عادي يعني أنت شركة ممكن ترفع قضية على الحكومة الأمريكية وتفوز، ما راح تغلب دولة أمريكا كلها، لا لا لا، بس أنها تخسر أمريكا من الناحية القانونية وتطلب ممكن تعويض شيء بسيط، عادي ترى ما فيها شيء. ولكن ممكن تتساءل تقول الحين أمريكا هذه خسرانة خسرانة، ليش إنه لما تسكر موقع تواصل اجتماعي يكون كأنك سكرت جريدة؟ هذا حيل يضر سالفة حرية التعبير والديمقراطية. فالأمريكان ترى ممكن يرفعون قضية على هذه السالفة، يعني يقولون يا الحكومة الأمريكية ليش تسكرين التيك توك وهو يعتبر مصدر معلوماتي وصحفي؟ ما يصير هذا، تكفل سالفة مظلة حرية التعبير. هذا واحد. اثنين، سالفة التجارة العالمية، انت لما تسكر التيك توك انت قاعد تسكر على العالم، ملايين الشركات يبيعون ويشترون داخل التيك توك، انت قاعد تسكر سوق عالمي، ما يصير. فالحكومة الامريكية بتقول يلا يلا بس بسكر الفترة هذه، فترة انتخابات لازم نسكره. ليش؟ لان يبون يرضون الشركات الامريكية من مختلف التواصل الاجتماعي علشان يتعاونون معاهم فترة انتخابات بس. تبي دليلك؟ أعطيك دليل حيل بسيط. شوفوا مقابلة دونالد ترامب البرتقالي هذا الأخيرة يوم سألوه عن التيك توك، تدري ايش قال؟ قال أنا أول من أراد إغلاق التيك توك ولكن أنا الآن تغير رأيي. ليش طيب يا دونالد ترامب غيرت رأيك؟ قال لأن تويتر طردني، تويتر إكس طردني، والفيسبوك ضدي، وإذا أنا سكرت التيك توك راح أقويهم اثنيناتهم، ما ابي اقويهم اثنيناتهم. وطبعا تقول التيك توك رد دونالد ترامب، ولكن ترامب سوى له تطبيق تواصل اجتماعي ماله وهم فشل. ولكن ترامب يكره الفيسبوك، والفيسبوك كان ضد ترامب حيل. ليش؟ لان الفيسبوك ومستثمرينه مع حزب بايدن، فهم بينهم هوشه. طيب خل الهوشه بين الامريكان وبين الصينيين والامريكان، خلنا نستفيد منهم كلهم، والسلام عليكم.